بيرجوا مني يا جماعه ان انا اقوم من النوم، او مثلا اكون جاي تعبان واخش انام واقوم اسال على مراتي ما لقاهاش، اروح ادور عليها ارجع ما لقاش حاجه الا الرخ. بيرجوا مني ده. مساء الخير متابعينا الكرام، مرحب بكم في لايف جديد وتغطيتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه وبالتحديد من مدينه المنصوره. لقاء النهارده لاب فقد اولاده من فتره فوق التسع شهور ما يعرفش عنهم حاجه. عم السيد عمره 50 سنه، شغال نجار مسلح وبحكم شغله بيسافر محافظات. كان شغال في التجمع الخامس ورجع اجازه من شغله تعبان، نام وصحي ما لقاش ولا زوجته ولا اولاده بعد ما كانوا منورين حياته ودنيته. عم السيد اللي قلبه اتكسر وبيتمنى يشوف ولاده صدفه علشان يحس تاني بالامان. اولا عم السيد ربنا يكون في عونك وان شاء الله تطمن عليهم وتقابلهم في اقرب وقت. امين يا رب. احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. والله كنت راجع كده من الخامس وجاي تعبان ونمت وقمت فاختصرت الكلام اهو، قمت ونمت قمت ما لقيتش مراتي. احكي لي الموضوع بالتفصيل، انت قلت لي ان انت الاول شغال نجار مسلح. بالتفصيل احكي لك بالتفصيل، شغال نجار مسلح في التجمع الخامس، نازل اجازه عاديه يعني بقعد مثلا 10 ايام وانزل يومين او ثلاثه. فجيت نزلت الاجازه تعبان، روحت البيت تعبان. واحد في البلد عندنا معرفانا عليه هو ومراته، اللي ده جوز صاحبك، فكنا بنتكلم مع بعضنا عادي، عارف ان انا تعبان فجاني البيت وانا ايه تعبان. قلت لهم انا اوديكم المستشفى، قلت لهم انا بقى كويس. مره واثنين وثلاثه، المره الثالثه التعب زاد عليا، قلت لهم قوموا دخلوني عشان انام. دخلت يوم اوضه النوم حطيت دموع على السرير، ما حسيتش بالدنيا. انا كنت تعبان بالسكر والضغط. انت مريض اصلا ضغط وضغط؟ الله يكون بعونك عم سيد. خدت بال حضرتك؟ يا دوب حطيت دماغي على السرير ما حسيتش بالدنيا. نمت ساعه، نمت اثنين، نمت يوم، نمت اثنين، ما اعرفش. العلم عند الله واحد. بس انت راجع يعني ما فيش مشاكل او خلافات بينك وبين زوجتك خالص؟ خالص تلقائيا. هي كانت واقفه فوق دماغي بتعيط عشان توديني المستشفى. معنى كلامك ده عم السيد ان هي ان مفيش بينكم اي خلافات. اي خلافات. ازاي بقى نمت وقمت ومسكتها وضربتها وضربتها بره ورجعت نمت تاني، خدت بقى حضراتكم ورجعت نمت تاني. وقمت من النوم بسال العيال امكم فين؟ قالوا لي سابتنا ومشي. يعني ايه سابتك ومشيت؟ سابت البيت ومشيت بدون اي مقدمات. طب ايه في ايه هي بتعيط عليك يا عم سيد علشان انت تعبان وبتصحى من النوم ملهاش؟ ده المهم مثلا العيال امكم فين؟ قالت سابتنا ومشيت. خدت بال حضراتكم؟ تمام. لما سابتنا ومشيت جت يا جدعان ما تجيبش حاجه يا بنت ما تجيبش حاجه. قالت لا. قلت لهم طب خليكم هنا على ما اوصل فين؟ عم سيبك اشوفها هناك ولا لا؟ بيت من متغمر مني الصندوق بسأل امها قالت مكانك هنا ومشيت. طب ما قالتليش حاجه ساعتها انك شاتمها وضربها ومبهدلها. دي حماد. قلت المستشفى بمين؟ بالراجل اللي الراجل اللي كان موجود. مين بقى الراجل اللي كان قاعد معاك ده؟ سامن قلب البلد. من بلدك انت. عرفتنا عليه ان ده جوز صاحبتها وكان بيجي هو ومراته وعياله يقعدوا معانا. بس اللي نعرفه عن السيد العادات والتقاليد بتقول ان ما ينفعش حد من مش من اسرتك او من عيلتك يدخل بيتك وانت تديله الامان. لا احنا بامانه احنا رحنا البيت عندهم وهم جم عندنا. يعني الاول بدايه المعرفه عشان نوضح بس للمتابعين. بدايه المعرفه احنا كنا قاعدين انا وعيالي انا بدأ على الشارع لوحدي. هي باب لوحدي على الشارع. فانا قاعد انا وعيالي والشقه مفتوح ولقيت مراتي تحت الباب قدام الباب، لقيت مراتي بتقول لي ده فلانه واقفه بره هي وجوزها. نزلهم يقعدوا نقعد طالما مستنيين حد على ما الشخص اللي هم مستنيينه. ده نفس اليوم اللي انت رجعت فيه من شغل؟ لا ده قبلها. ده بدايه التعارف. تمام. عرفتنا عليهم ده فلانه امراه صاحبتي وده جوزها. نزلهم يقعدوا على ما اللي هم مستنيينهم يجوا. فتعالى يا ست اتفضلي تعالى اتفضلي ما كنتش اعرف. اتعرفنا على بعض اليوم ده. بدأنا نكلم بعض في التليفون وكلام من ده. ودارت بينكم صحوبية؟ ودارت الصحوبية. اخوانا من مين بقى يا عم سيد؟ يعني انت قلت لي ان هو اخوانا من الشخص نفسه ومراته. اخوانا من الشخص ومراته. زي مين عمك تخش بيتي؟ ربنا يعافينا يا عم سيد، ما انا ما اقدرش اقول ان هم على علاقة ببعض. انت شفت ده منهم؟ لا الناس بتقول الكلام ده. بص يا عم سيد احنا مالناش علاقة، انا بتكلم مع حضرتك
علشان اوضح للمتابع والمشاهد ايه اللي حصل والتفاصيل بنسردها صح. التفاصيل بحق ربنا وما يرضي الله ان البلد كلها بتتكلم ان الست دي والشخص ده العلاقه ببعض، وخدها وخد لها شقه في عزه، خدت بال حضرتك اسمها كفر الشيخ هلال، وناس قالت لي راقبه، رقبت ومشيت وراه ووداني كفر الشيخ هلال وانا براقبه برضه. طب كلمنا عن ولادك يا عم سيد، انت بتقول ان انت نمت وصحيت فرحت لحماتك بتسالها على زوجتك، مفيش اي حاجه، هي كانت زعلانه عليك ان انت تعبان وعاوزه توديك المستشفى. تمام. فلما رحت لحماتك قالت لك انت ضربت. شتمتها وضربتها وطردتها. ده ما حصلش. ما حصلش. انا برجع اعيد لك الكلام من تاني، ازاي ابقى راجل في غيبوبه السكر وضغط واقوم اضرب واطرد واقفل الباب واخش انام وعيالي صاحيه وارجع انام تاني واقوم من النوم اسال عيالي على مراتي. طب علاقتك كانت بزوجتك ازاي يا عم سيد؟ علاقتي بزوجتي زي اي راجل، علاقته بالراجل بنضحك وبنلعب وبنهرج طبيعي، مفيش اي مشكله. طب هي هتقول كده ليه؟ الله اعلم. يعني انا مش شايف سبب ان واحده بتعيط علشان جوزها تعبان وفجاه وبدون اي مقدمات هتروح تقول لوالدتها ان انت ضربتها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بس انا استشهد ببني ادم ما يعرفش حماتي في حاجه، ولا يعرف اللي حصل بيني وبين حماتي، ولا ايه يقول نفس الكلام اللي حماتي قالته، ولا ايه بنتي تقول نفس الكلام اللي حماتي قالته. يعني بنتك كمان قالت لي نفس الكلام، قالت لي انت الست ماما ضربتها وضربتها. طب ده ما يدلش على حاجه يا عم سيد؟ لا ده يدل ان في ترتيب، ان لما الكلام موحد يبقى كده الكلام متفتح. طب دور حماك او حماتك ايه في الموضوع؟ دور حماتي بلاش اي دور في الموضوع، يعني غير ليه عارف طريق بنتها وطريق عيالي مش عايزين يعرفوا مكانهم. ما فكرتش مثلا ان انت تصلح الموقف؟ اتكلمت معاهم كذا مره. ايه ردهم؟ ها؟ ردهم؟ ما نعرفش عنها حاجه، ما نعرفش مكانها فين. لدرجه ان كان معايا على الواتس سكينه وكلام من ده من حماتي ومرات ابنها، والواتس ابن اختي مسك التليفون مسح الواتس اللي عليه، ضيع الحاجات دي كلها. بس معايا مكالمات مسجله لنفس الغرض بكل كلمه. انت ما تعرفش عن ولادك ولا زوجتك حاجه بقالك فوق 9 شهور. 9 شهور مفيش الا كام مكالمة تليفون على كده. كلمنا عن احساسك دلوقتي يا عم سيد. احساسي ان انا بحرم العيال هموت عشان اشوف عيالي. عايز اوصل لحد من المسؤولين يوصلوا العيال. طب طول ال9 شهور دول زوجتك ما حاولتش ان هي تكلمك يا عم سيد او توصلك مثلا ان هي تطمنك عليها او على اولادها؟ حضرتك اتكلمت معاها مكالمات قليله مع دول. ايوه بتكلمك بتقول لك ايه؟ انت مش عايز تكلم عيالك؟ خد كلم عيالك. طب لما انت بتسالها هي فين؟ خلينا بس عشان نغم شوم مع بعض بالظبط يا عم سيد. بدور عليك، اما بسالها هي فين؟ مره تقول لي في اسماعيليه، اخد عربيه واطلع اسماعيليه على العنوان اللي بتديهولي ادور عليها. ما تلاقيش حد. ما تلاقيش حد. مره تقول لي في بهنيه بين شرقيه والدقهليه، اخد العربيه واروح ادور على العنوان ما الاقيش حد. مره ثانيه تقول لي انا في المحله، اروح المحل ما الاقيش حد. طب ده اول مره تسيب فيها البيت يا عم سيد ولا عملتها قبل كده؟ عملتها قبل كده وكانت بعت عند اهلها ورجعت تاني. ورجعت الحمد لله. المره دي بقى ما راحتش عند اهلها. طيب لما انت كلمتها يا عم سيد قالت لك ايه سبب الخلاف اللي بينك وبين ان انت ضربتها بس؟ قالت ان انا ضربتها بس. ما حاولتش ان انت تصلح الموقف بينكم وترجعها تاني؟ طب ضربتك انت؟ طب ازاي؟ طب حصل انت مش نايم تعبان؟ انت مش مدخلاني انت مش مدخلاني الاوضه؟ ضربتك ازاي وضربتك امتى؟ وازاي ضربتك وضربتك؟ انت كنت متعود ان انت تضربها يا عم سيد؟ لا هو في بني ادم في الدنيا عايز يعيش في مسافه اللي هو عايز يضرب في مراته كل شويه او الكلام ده؟ ما هو لما انا هضرب يبقى في مشكله، يبقى انا كده عايش في حياتي كلها في مشاكل. طب خلينا في موضوع الاولاد، انت ايه طلباتك يا عم سيد؟ طلباتي ان انا اشوف عيالي. عايز اوصل لاي حد يوصلني لعيالي. لو زوجتك شايفاك دلوقتي او الشخص اللي كان موجود في بيتك شايفك دلوقتي تقول له ايه؟ بقول الاثنين كلمة واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الاثنين، لأن أنت ضربت بيتك في كل العيال. طب ولو ولادك شايفينك يا عم سيد تقول لهم ايه؟ لو ولادي شايفيني هقول لهم كلمة واحدة. هقول لهم أنا عمري ما كنت وحش معاكم، أنتوا عارفين الكلام ده كويس. يعني ما علمتكوش من حاجة. يعني انت طلباتك الاولى والاخيره يا عم سيد ان انت تطمن على اولادك. طب ما حاولتش ان انت تكلم الشخص اللي دخل بيتك وقتل؟ كلمته وعنده كلمات مسجله له. قال لك ايه بقى؟ اعلى ما
مشكلك اركبه. ها عايز ارد ايه تاني اكتر من كده؟ لو قلت لك هختم معاك اللقاء يا عم سيد، ولازم نصيحه تنصح بقى كل واحد يدخل حد بيته. انصح اي بني ادم في الدنيا عنده عيال وزوجه خايف على عياله قبل مراته ما يدخلش اي بني ادم بيته. لو اخوه عايز الدنيا عنده. انت قدمت بلاغات يا عم سيد؟ بقدم بلاغات. بقدم بلاغات ومعايا ارقام المحاضر اهي ومعايا كل الورق المستندات اللي عامل بقى. كلامك صعب قوي يا عم سيد، هو للدرجه دي ما بقاش في ثقه؟ ما عادش في ثقه لا. او امان؟ ما عادش في امان. والله ما عادش في امان. بشكرك جدا يا عم سيد، وان شاء الله تطمن على اولادك ويرجعوا طبعا وحطك في اقرب وقت. بشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على مستوى المشاهده والمتابعه. كان معكم من التغطيه احمد العدل.